السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. وياكم حيدر الشمري، ورجعت لكم فيديو جديد وتحدي ويا ابن اختي اللي صوروا وياي وذاك المقطع القديم. اذا تريدونه رابط المقطع بالوصف، واذا حابين تشوفونه. فاليوم تحدينا جديد وحلو. تفضل علوش. حبيبي علوش، عندنا هذن الاشياء اللي قدامنا، خلي نسحب الكاميرا وشوفكم الاشياء شنو نسوي. وهسه اصدقائي، هذن الاشياء اللي سويناهن تحدي. هنا الاسامي، يعني اسامينا، وهنا الاكلات هذن الموجودات على الميز. شوف كل من واسمه، هذا سفن، هذا بيبسي، هذا بسكيت، وحسب الاشكال الموجوده هنا عندنا. اي صح. وعندنا هنا ملح، وعندنا هنا شكر. وشي عاد صار صامبه. هذن التحديات منها حارة وتحديات حلوة، فنختار هسه عندنا هنا الأسامي ونشوف يا هو الأول واحد. وهنا التحدي اللي طلع الأول واحد يختار الاسم، يختار الأشياء هذن الموجودات هنا. وإذا سحب مرة ثانية وطلع نفس اسمه فهو راح يسوي ويأكل. عندنا هنا يعني مستحيل أكل هذا الشكر أو الملح، قمته وحدة وهو العم وصاص. يا اصدقائي خليكم ونشوف هسه يا هو الاول واحد. فهسه يا شباب راح شو نسوي؟ خلي هسه علوش يسحب، اذا طلع اسمه فهو راح يختار من هذين الاكلات، واذا طلع اسمي فاني اجي بكانه لانه هو راح يسحب اول شيء. يلا علوش نشوف شو يطلع له. علي. علي طلع اسمه اول واحد. نشوف وش يطلع عليه. ملح. شنو؟ ملح. ملح حلو. هسه طلع عندنا ملح. رجع هذا الملح هنا ورجع الاسم هنا. فعندنا هنا شنو هذا؟ شكر. لا هذا ملح، مكتوب عليه ملح. فتحدينا هذا الملح. بعد ما جبنا المعلقة أو الخاشوقة أو أيدي هالقد اليوم نكتلك هاي. أصبر أصبر، خلني بالكاميرا. أصبر يا أخي، يا برق المالح. يلا ها حس عاد يلا يلا نسامحك نسامحك. ماشي يا الله. حيدر عاد ان شاء الله. شنو هذا؟ حيدر لك عاش. اسمي خبرني. هسه خرجي هذا هنا. طبعا اثنين فنختار واحد. شنو هذا؟ انا بحظي ملح مرة ثانية. ملح مرة ثانية. يلا عادي. يلا واخذ. يلا عفوا لا يموت. المهم يا اصدقائي هسه تحدينا ايش قال؟ ملح؟ يلا. خطأ، حتى لو تاكل نصه. ويلي. نصه نصه مو كله. مو معده. يلا، تحدي. لا. كان خفته. بعد ما اكلنا ملح ونفسيتي راحت. علي. ما صار. تمام، علي. طلع لك شنو؟ علي. حلو. باور. ماشي ماشي. حلو. بعد. يلا خلاص. هاي بحظكم. المتابعين لايك ومتابعة. بيبسي لك هذا الحب. هذا العاب عين الطين الطيني. لا تخصص. عوافي عوافي. خبر بدال الملح. بس الدور لي. بسم الله خذ اللي تخاف من خطه. بسم الله. ماشي. خذ. ما كان حظك. حظ المتابعين قول مرفوض. يا بحضر المتابعين. متابعين هذا اليوم شغال. حيدر. هذا أول شيء طلع اسم. حيدر. هاي من البداية محفوظ. حلو. خوف الحين اللي يخاف الخطأ. سنختار. بركاتي. شنو؟ بيبسي. بيبسي. لازم التحدي نفس الشيء. شغال. يعني مليح وبيبسي. شلون يصير؟ قلت الرب. طيب حتى خاصة شوي. المهم حسسها
اكسسوارك حلو. عاد حضر لايكات. حضر لايكات. لك عاش علوش. لا تنسونا بالله. اليوم علوش يدعمنا يدعمنا. اوه من البداية خوش حلو علي. علي لك عاش. ناخذ لك هذا. عاد حظ المتابعين. بيبسي مرة فاضية. بيبسي مرة ثانية؟ والله لا خلصة. لك عاش. خلصة خلصة حجة خلصة. عوافي. يا سلام. هسه خلصنا شغلة واحد. خلصنا البيبسي. بغانا 8 اشخاص. هسه دور إليا. هذا دور حيدر. يلا حيدر. دور إليا. بحظ ما تريد حطه. هنشوف. شوف الاسم. علاوي. اوه. علاوي يجرح ويداوي. هسه لازم انا بدالك اصير مو صحيح؟ صحيح. يلا تعال. طلعت بحظي. حلو. بسم الله. ما شاء الله مبين مبين شغل مو زين. اخر بيبسي ما يخلص. شوف بدال صفين. بس بس صدق ما يخلص. حطه هنا حتى بعد ما يطلع لنا. انا مو نختار شيء. اللي يخلص راح احطه هنا. ها هي. يلا هسه دورك. هسه اجى دوري فراح اختار الاسم. الساعة طلع اسم علاوي وهسه راح بلكت يطلع اسمه. يلا بلكت. حيدر. حيدر واخيرا يعني. واخيرا بعد معاناة كثيرة. يلا حيدر خذها دير بالك. نختار شغلة مو زينة. اصغر ورقة. اصغر ورقة من بين مو زينة. لا 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 زينة. شهد شهد. شهد بع هذا الحظ. قد تمنيت هذا حظي. حلو. طلع هذا الشهد. اي هذا الشهد. شهد عمي حظ حظ. ناكل. شلون شلون الطعم بس قل لي. هننتقل على وش؟ علي ها ما عندي افتح اصلا. عاش. ملينا من البيبسي ترى. اي والله. بس طلعناه. الحمد لله. اه شكر. شكر. تعال تعال حج تعال. الشكر عاد بيمروه. ناخذ حق الكافي. لا حجي اعطيني اعطيني. ما احط لك. يلا. هاي خاطرك. والله طيبة الشكر يجرح ويداوي. والله طيب. بالعافية. هسه شنو؟ الدور اليا. طلع اول شيء ملي بعدين شكر بيبسي بعدين شكر شنو معنى؟ مو معنى. المهم يا صبايا وهسه اجى دوري انا اختار. خلنا نختار ورقتين. على مود نخلص التحدي. حيدر. اول شيء حيدر. حيدر والثاني شنو؟ هم حيدر. لازم تاخذ شغلتين. بلكة العنب والصاص. يلا وهسه نختار هم ورقتين. غيرنا التحدي يا شباب قولوا بلكة العنب والصاص. يلا وقعد عاد بريش. سفن. اول وحده سفن. سفن. والثانيه شنو الثانيه؟ يلا ملح. خل نخبط شوي. خل نخبط شو تقول؟ تعال نخبط ليش نتعبك؟ سفن وملح. خل نخبط احسن ما نتعبك مو صحيح؟ خل نخبط لك مع الخير. هذا ملح. خل نقلل لحظه الحين. يعني سفن وملح. يا الله ابو عقاص. اولي بابا عشان صار. يلا حي حبر نفسك. صار حليب. حبر نفسك بعد خويا. اشرب. شو يصير سفن الملح؟ شباب سفن الملح بس قل لي شو يصير شلون طعم؟ بس قل لي شنو الطعم؟ يلا حطي عادي. خربنا السفن. يلا عادي. وبعد ما طلع لي حيدر اسم اثنين لان اختارينا ورقتين وغيرنا الخطة وعدنا هنا سفن وملح وخبطنا السفن هذا صار مو سفن يعني ملح على سفن فاهي. المهم يا اصدقائي ما سوالف لكم الزبدة ان الدور العلوش. يلا علوش خذ وشوف. يلا المرة هم اختار اثنين. بسم الله. أول شيء حيدر. هاي نعوفة حيدر. افتحها وخليها بصف حيدر. حيدر هذا حيدر. بس يشرح أنا بس يشرح. علي علاوي. يعني تحدي إلك وتحدي إلي. خوش طريقة. خوش طريقة. شهد
مرتب شهد شهد حلو ناخذ شهد عليه نفتحه شنو بسكت بسكت يلا عادي هاي الشهد هاي باعه ألف عافية الله خطه نختار البسكت شلونه هذا تحدي حلو يعني هذا شاهد باني بسكت شنو عاش تعالوا يانا وهسه تحدينا راح نخليه صعب شلون صعب خليكم ويانا عندنا شنو عندنا بغانا العنبه والصاص وبغت لنا هذني الاوراق اسحب على الوش علي علي اسحب لك بعد ورقه من هناك ليش راح يداوي يلا علاوي علي مره ثانيه حلو اختار لك خل اشوف خل تشبس تشبس براسه خير شكر هذا شكر ما يخ يعني هسه طلع شنو تشبس وشكر مو والحين تشبس والشكر والشكر قبل شوي طلع لي شهد شهد حلو هسه نجعل تشبس وزم هذا الزم هاي خلها افتحها افتحتها ذبحنا جيب الشكر الزم هاي لا تقول راح تخبط لي لا لا تحدي حجي لا لا بروح امك لا لا اعطيني اعطيني لا 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 تخبط لي يا خن شلون يصير تشبس تشبس حط اثنين كلش كافلات تقول راح تمردين شو تسوي بيه سوي بطنه ما اقدر بعد ما تعمل يا الله بعد سووهن لا 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 تحط لا تحط لا تحط لا الله عليه يعني شو ياكلها بس قولوا لي الله عليك حتى الحيوان يلا حجي يلا حجي يلا اكل اكل انا حيوان احنا حيفوق ترى ما بيها والله طيب يلا حجي روح دوس السفن طيب والله اكله طيبه ما ماكله بحياتي ايه افعل يلا نرجع التحدي مالتنا وخليكم ويانا تعبناكم بالمشاهده وبعد ما رجعنا لكم يا اصدقائي بعد تحدي سوينا هسه بقت لنا كم ورقه؟ بقت لنا ورقتين وعندنا هنا هم ورقتين واجى الدور لي وهسه اسحب فيا اصدقائي خلينا نشوف اول وحده شنو ايش تطلع لي والله شباب بغيت لي مبن عن بصاص يا عمه المهم حضر نفسك هسه نخبطهم اول واحد من يطلع حيدر لا الهي نفتح هاي الورقه الثالثه ايش اسوي لك حطة. علي هاي لا 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 ممنوع المهم ثانية ها ثانية والله هاي الرابعة صاص لك العب خلي اخبط لك نفس ما خبطت لك قبل شوية انا عندك هاي صاص خبط لك شوية سفوني شوية عندنا شنو هنا ملحات لا الهي لا شنو علي شربت جديد تفضل خويا شرب شو شنو هذا؟ انا صاص طيب صاص شلونه؟ لا هو حلو ولا هو مر ولا هو حامض اخبط له خطه بعي اخبط واحده خبط له خطه بس الدوري بس الله يكرم الاثنين ماكو ماكو هاي انا حطيت لك قليل اوه درسناها يصير يا اخي حط لهم هذا مشكلتك مشكلتك يا اللي تحبه يا اللي تكرهه يا اللي تكرهه كلنا نحبهن ماكو واحد ما اكرهه لا هذا ما اكرهه كرهه بالله شكر لا ملح ما يصير ما يصير لا حلو ولا حمر هسه طلع شكله كلش حلو. يلا غالي منورني. بعد شنو شباب شنو؟ والله حرد. سفن 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 اب. لا سفن والله. سفن اب. يلا درنا شوي. يلا خلص عشان الغفر. شوفوا شباب شوفوا شوفوا.
انا مالي واحد بطنه تخبر. هاك 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 ان شاء الله الصبح للصبح. والله بالريحه طيبه. اكل حبيبي اكل اكل بو على الكاميرا هل يشوفونك المتابعين. قبل لا تموت قل لهم اللايك واشتراك. لا ها لا عزوة. الخلطه صراحه الخلطه ما حلوه ولا لا؟ ها باخذ الغني زي ما زوعت. يلا ضل بوك هذا انطلق شلون الحين؟ شايف تشبس لعيونك؟ بس على هذا يعني كانه ما حط مهجونكم. ويا اصدقائي بعد ما كملنا لا تنسونا باللايك والاشتراك واذا عجبكم قولوا لنا بالتعليقات حتى نسوي لكم بعد تحديات اكثر.